تشققات القدمين هنجيب حضرتك الفازلين والجليسرين بكميات متساوية، الفازلين الطبي والجليسرين الطبي بكميات متساوية، وهنضعه على هذه التشققات من الليل إلى الصباح. إن شاء الله مع الاستمرارية هنجد نتيجة طيبة جدا. الأخت بتسأل على آلام في الكلى وعايزة وصفة للروماتويد. الروماتويد هنقوله النهاردة إن شاء الله في آخر الحلقة إن تبقى معنا وقت. أما آلام الكلى أو مشاكل الكلى أو التهاب الكلى، الحلفة بر والدمسيسة بكميات متساوية، يؤخذ معلقة كبيرة من هذا الخليط تغلى وتشرب 3 مرات. آلام فقرات الظهر، إحنا لسه قايلين الزيوت لآلام العظام وآلام الروماتيزم، زيت الجنزبيل، زيت الكافور، زيت الخردل، وزيت الثوم، وزيت الزيتون بكميات متساوية. تدهن هذه الزيوت بعد عمل كمادات ساخنة. اسمحوا لي ناخذ الاتصال التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور.